بالنسبة لأسباب ديال العطش خلال شهر رمضان، أول حاجة اللي كنقدروا نلقاوها هي عدم شرب الماء بكمية suffisante on va dire كافية ملي غنفرقوا الصيام ديالنا. دونك كيف ما قلت قبيله، الا الواحد اكتفى باكله بوجبه وحده داكو وزاد شرب الماء، الا شرب الا كثر غياخذ واحد الكاس ولا جوج كيسان. لو كونترير بالعكس، الا خدا ثلاثه الوجبات وكل وجبه خدا معاها واحد نسيترو ديال الماء، واحد قرعه صغيره ديال الماء، ثلاثه الوجبات ثلاثه القراعي صغار، ها هو عنده اترونس الماء في النهار. دونك هادي هي واحد اون سيرتين مانيير باش الواحد يعرف تقريبا الكميه اللي يقدر يستهلكها في رمضان داكو. والواحد في العوض اللي ياخذ السوائل اللي فيها السكريات بزاف واللي غادي تزيد تجيب ليه العطش، اللهم يفضل ياخذ الماء اللي هو غادي يفاليدغاتي وما غيخليهش لا غدا يحس بهذاك العطش الشديد. نقطه واحده اخرى اللي هي مهمه، الناس كاينين اللي تيكثروا في العجائن وسورتو المملحات. الا عطيت مثال بسيط، اي واحد فيكم يقدر يدير هذه التجربه الخفيفه، الا كليتي شي حاجه مالحه سواء زيتون فرماج حمر كاشير صوجا موطغ، المهم شي حاجه مالحه محمضه ولا حاره كتجيب لك العطش. وراه هذا الشيء اللي تيوقع في الخلايا ديال الذات، ذاتنا كتجر الماء عندها. دونك هي باش كنسميوها حنايا لا ريتونسيون دو، داك الاحتباس المائي. دونك كل ما كليتي الماء الا فطرتي وفرقتي صيامك والعشاء كان داكشي مالح بزاف، لا غدا ولا بد غتحس بالعطش. دونك الواحد داكشي اللي مالح مره ما فيها باس، ولا بد يشرب معاه الماء، وعامه الواحد يحاول يقلل منه بما امكن. والحاجة النقطة الأخيرة اللي نقدر نضيفها بالنسبة للعطش، أسباب ديال العطش في شهر رمضان، هي نقص من الخضرة ومن الفواكه. كيف ما كتعرفوا الماء راه الماء كوم أليمون راه كنشربو كسائل، والماء نقدرو تناكلوه، يعني تيقول لك يفو مانجي فوتر أو، علاش؟ حيت الخضرة والفواكه سبحان الله العظيم تا هما فيهم الماء. بحال دابا نعطي مثال جوست كوم سا، لي زورونج فيهم واحد 87% ديال الماء 87 غرام داكوغ أو 100 غرام، الفريز تا هو فيه 90.3 غرام ل 100 غرام ديال لاليمون داكوغ، أو لي بوم علين واحد 88 غرام pour les 100 غرام. دونك هاد انا هي هادو هي امثله بسيط باش نقول بان الماء خاصنا نشربوه وخاصنا حتى ناكلوه، حيت كاين حتى في الخضره وكاين في الفواكه.